السلام عليكم، معكم طلال نقار، تابع معكم بسلسلة النفروباثولوجي. وصلنا معكم للعرض الحالي رقم 4. في عندي مريض أفريكان أمريكان، يعني بلاك يعني أسود، عمره 58 سنة، جاي بشكوى زيادة وزن 85 باوند، يعني حوالي 40 كيلو على مدى الشهر الماضي، مع إضافة إلى أنساركة يعني وذمات معممة بروجريسيف أنساركة. بقصة المرضية السابقة في عنده ارتفاع ضغط شريان لمدة 12 سنة، إضافة إلى داء سكري مضبوط. البيز لاين كرياتينين تبعه كان 1.1 السنة الماضية. وقت الخزعة يعني هلأ الكرياتينين تبعه 6.3، يعني من سنة واحد هلأ ازداد ل 6.3. الألبومين 1.7. فحص البول في عنده البروتين 4+، في عنده إريثروسايتس كريات حمراء 5 ل 10 بالهاي باور فيلد، ما في عنده كاست. بفحص بجمع بول 24 ساعة كان عنده البروتين 12.4 جرام، يعني مريض عنده متلازمة نفروتيك سيندروم، في عنده بيل بروتينية عالية أكثر من 3.5، في عنده وذمات وفي عنده نقص ألبومين، إضافة إلى قصور كلوي حاد. الكرياتين من 1.1 ل 6.3 خلال سنة. بالفحص الفحص الدم المصلي عنده التحاليل كلها كانت نيجاتيف او طبيعيه، وهذا الشيء بيشمل الاي ان اي، بيشمل الانتي دي ان اي، بيشمل السي 3 الكومبليمنت سي 3 والسي 4، وبيشمل هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين، بيشمل الهيباتايتس سي انتي بودي والاتش اي في كمان. نعمل له تحاليل الالكتروفوريسيس، البروتين الكتروفوريسيس للسيروم ولليورين مشان نبحث عن سبايكس وعن مونوكلوناليتي، وكانوا نيجاتيف كلاهما، فعملنا له خزعة كلية لنعرف شو اللي صاير معه. فلحد هلا في عندي نيفروتيك سيندروم عند مريض عمره 58 سنة، إضافة إلى قصور كلوي حاد وبسوابقه ارتفاع ضغط وسكري. هذه السلايد الأول، هعطيكم 5 ثواني ممكن تثبتوا الفيديو وتاخذوا ملاحظاتكم. هذا السلايد الثاني كمان هعطيكم 5 ثواني من شان تاخذوا ملاحظاتكم وتثبتوا الفيديو. هذا السلايد الثالث بالخلال كمان نعطيكم 5 ثواني، وهذا السلايد الرابع مجهر الكتروني كمان نعطيكم 5 ثواني. سؤال: ما هو افضل تشخيص لهذا المريض؟ هل هو كولابسينج فوكال سيجمنتال جلوميروسكليروسيس، تصلب كبي قطعي بؤري انخماصي، او انخماصي بؤري قطعي؟ هل هو باوسي اميون نيكروتايزنج انكريستنتيك جلوميرونفرايتس، التهاب كبد وكلية ذو الاهلة ومنخر قليل المناعيات؟ هل هو هايبرتنسيف نيفروسكليروسيس، تصلب كلوي مرافق ارتفاع الضغط او بارتفاع الضغط، وذ اسكيمي جلوميروسكليروسيس، تصلب كبي اقفاري، يعني هذا كله بيصير مع ارتفاع الضغط ونقص التروية المزمن؟ هل هو ديابيتيك نيفروباثي، هل هو اعتلال كلية سكري، هل هو اف اس جي اس تيب فاريانت او تيب ريجن فاريانت، هل هو الاف اس جي اس الاصابة التيب اللي هي شرحناها بالمحاضرة الماضية على السريع، انه الاصابة تكون قريبة من الانبوب الكلوي. ثبتوا الفيديو، فكروا بالجواب، وممكن ننتقل بعدها لنناقش اللي شفناه ونعطي الاجابة. ببدأ معكم بقراءة السلايد الأول. هذه كبة كلوية، بداية الملون المستخدم هو السيلفر ستين، لاحظوا اللون الأسود على الكبسول إضافة إلى الكبيلاري. إذا بتلاحظوا شوي بتنظروا نظرة من بعيد شو صاير، لاحظوا إنه هذه اللون الأسود هو عم يلون الغشاء القاعدي، فالغشاء القاعدي حقيقة منكمش أو مضغوط متجعد، في شيء ضاغطه من الخارج، هذه كلها ضغط الغشاء القاعدي لجوا، فالتفت او الكبة الكلوية اللي هي الشعريات كلها مضغوطة للداخل للمركز، فهذه تجعد وانكماش بالغشاء القاعدي كولابست حقيقة،
بالكلمة الصحيحة اللي لازم نوصفها فيها يكون last، منخمص، مضغوط، إضافة إلى تراكز تراكم كميات من البروتين، هذه كلها النقط الحمراء كميات بروتين دروبليتس، إضافة إلى ممكن ما بعرف إذا شفنا خلايا قدمية متوزمة، لاحظوا هذه خلايا متوزمة، ما راح أدقق كثير على الخلايا، ربما الشيء الواضح بالنسبة لي هون إني أنا عندي في collapsed tuft، في انخماص بالكابيلاري، إضافة إلى جزيئات بروتينية معبية المسافة البولية. هذا ملون الكروم، الميسن كروم، لاحظوا اللون الأزرق هو بيعبر عن الغشاء القاعدي، نفس الكلام الأزرق بالمركز مضغوط، إضافة إلى القطيرات الحمراء، هي اللي عم تشوفوا هي الريد درابلت اللي هي بروتين نفسه، بروتين عم تاخذه الخلايا القدمية وعم يتعبى جواتها. فهذا الشيء اللي بقدر بقرأه هون. هذه صورة بالخلال الكلوي، لاحظوا أول شيء الأنابيب الكلوية، في سمبليفيكيشن، في تعري للبطانة للإبيثيليال سيلز، في شوية سلافينج حتى هون ممكن تشوفوا، في أذية، نفس الكلام هون سمبليفيكيشن، زوال النوى، النوى مش موجودة، ففي أذية، في أذية كلوية، أذية أنبوبية حادة. الشيء المميز هون إذا بتطلعوا على هي المركبات، هذه أول شيء توسع بالأنابيب الكلوية، هي بيسموها مايكروسيست، والمادة اللي جواتها إيوزينيفيليك، هي مادة بروتينية، هذا هو بالضبط اللي عم تشوفوا، هي بروتين عم يتراكم جوا هي الخلايا أو جوا هي الأنابيب، وعم يساوي هذا المنظر المميز لهذا النمط من الإصابة. هذا مجهر الكتروني، نفس الملاحظة ممكن نقولها عن البيزمنت ممبرين، لاحظوا هذا البيزمنت ممبرين، لاحظوا كيف منخمص، كيف منكمش على بعضه، فهو كولابست. الفوت بروسيس ما بعرف إذا كنتوا قادرين تميزوها هون إنه هي افيست، ممكن يعني هذا أوضح مثلا ما هي ممحية. إضافة إلى الخلايا القدمية هايبربليجيا، في عندها ضخامة بالخلايا القدمية، إضافة إلى الدرابلت اللي هي النقط السوداء اللي هي البروتين درابلتس. هذا كله بيحط تشخيص كولابسينج جي إن، حقيقة هذا بسموه كولابسينج جي إن أو كولابسينج اف اس جي اس، مثل ما قلنا في عندك التجاعد والانكماش للغشاء القاعدي، التوزم أو انتفاخ بالخلايا القدمية، شوي صعب ربما نقراها نحن بس الباثولوجيست حيقرأ لك إياها، إضافة إلى البروتين ريزوربشن دروبليت اللي هي النقط الحمراء اللي شفناها هي نقط بروتينية. هلا اذا بتنتبهوا كلمة سودو كريسنت او هلال كاذب، لاحظوا هون انه عمليا كأنه الكبة الكلوية كأنه عم تنحاط بطبقة خلوية بتشبه الكريسنت اللي شفناها بيوم من الايام. شرحت لكم شو هو الكريسنت، هو تكاثر بالخلايا الابيثيليال اللي هي خلايا جدارية. فعمليا تقريبا عم يصير في عندي شبيه فيه، بس لاحظوا انه الغشاء القاعدي ما هو ممزق، ما في رابتشر. الكريسنت اللي حكينا لكم عنه ميزاته انه بيعمل رابتشر للغشاء القاعدي، لاحظوا كيف الكريسنت هون كله في اذية غشاء قاعدي، هذا هو بيميز السودو كريسنت عن الكريسنت، هذا اللي هلا عم نشوفه هو السودو بسموه. هلا حكينا عن سمبليفيكيشن، حكينا عن المايكروسيست وهي مميزة جدا هذا النمط، والمواد البروتينية او الاسطوانات البروتينية اللي هي شفناها هي اللون الايوزيني، هذه كمان مميزه لهذا النمط اللي هو الكولابسنج جي ان. الاي جي ام كان بوزيتيف بس هو تراب، نحن ما شفنا الصوره. المجهر الالكتروني في عندك انخماص وتجاعد للغشاء القاعدي، في عندك فرض تنسج للخلايا القدميه، وهذا مميز لهذا النمط من الاصابه لانه الخلايا القدميه مثل ما شرحنا لكم بيوم من الايام انه ما قادره على هي متمايزه بشده وما تقدر تكاثر، فهذا النمط من الاصابه بالذات بخلي يصير فيها هايبر بليزيا، وهذا مجال لاخذ ورد كثير. الفود بروسيس افيست، ما في امينو ديبوزيتس، وهذا كله بحط تشخيص الكولابسنج جي ان. الكولابسنج جي ان مثل ما شفنا ممكن بهالسلايد نختصره بكلمتين قبل ما ننهي المحاضره.
في عندك طبعا هذا فوكل، فهو عادة بيجي فوكل أو سيجمنتال، بيكون في كل لابس للكابيلاري. في عندك هايبربليزيا للإبيثيليا، للخلايا القدمية. ومثل ما قلنا هذا بيتحدى النظرية القائلة إنه الخلايا القدمية ما تتكاثر، ومرة ثانية هذا مجال أخذ ورد. خلينا نرجع للتشخيص التفريقي للحالة اللي ذكرناها، بس مشان عفوا للأسئلة مشان نشوف ليش الغلط. طبعا النيكروتايزنج والكريسنتنج ما شفنا كريسنت صريحة، وبالتالي ما هو هذا التشخيص. الكولابسنج هو التشخيص الصحيح. ارتفاع الضغط بيعمل نيفروسكليروسيس، ما بيعمل كولابسنج جي ان، يعني بيصير في عندك جلوبال سكليروسيس اللي الكبب الكلويه كلها بتتصلب، بيصير تصلب فيها. ديابيتك نيفروباثي ما هو هذا، ما بيساوي كولابسنج جي ان، بيعمل ميزانجل اكسبانشن. وحنشوف لاحقا نعرض حاله للديابيتك نيفروباثي ميزانجل اكسبانشن والمظاهر الثانيه. والتيب فاريانت من الاف اس جي اس بيكون في تصلب فقط بالمنطقه التوبيلر اللي هي القسم الانبوبي، فهذه الحالة حالة وصفية لـ FSGS. طبعا إذا بتتذكروا إنه هي المريضة، هذا الـ FSGS لما بنشوفه التشخيص التفريقي له هو الـ HIV. مريضنا ما كان HIV حقيقة، إذا بتشوفوا الـ HIV تبعه كان نيجاتيف التحاليل المصلية. هلا الأسباب الثانية غير الـ HIV ممكن على فكرة الكوفيد هلا مثلا بيعمل كولابسنج جي ان، أحد مظاهر الإصابة في كولابسنج جي ان. بقية الفيروسات مثلا الإبشتاين بار والبارفو فيروس كمان بيعملوا كولابسنج جي ان. ومن الأدوية تذكروا الدواء اللي هو الباميدرونيت، اسمه تبع ترقق العظام الباميدرونيت وفرط الكالسيوم، هذا الدواء بيعمل كولابسنج جي ان. من الأدوية الثانية الإنترفيرون كمان بيعمل كولابسنج جي ان، فربما هذا مريضنا واحد من هالحالات. أظن خلصت سلايداتي. بتشكركم على المتابعة. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وإن شاء الله يا رب بنلتقي بحالات تانية. ومثل ما قلنا عم حاول أنا أعرض فقط الحالة، ولاحقا بعرض النقاش أو شوية نقاش بالباثوفيزيولوجي. السلام عليكم.